نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي سبيل نجاح المؤمن وسعادته وعزه في الدنيا والآخرة وشرفه، وبقدر حرصه على التقوى يوفقه الله ويحفظه. عباد الله، قلنا في الجمعة مضت أن من واجب كل مسلم ومسلمة التسليم لأمر الله جل في علاه ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أشرنا إلى أن ما يأمرنا الله جل وعلا به أو يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيجب علينا تجاه ذلك سبعة أمور يجمعها قولك: علم وحب وحب، ثم عزم فالعمل، أخلص وتابع، واثبت حاذر زلل. وكنا ذكرنا في الجمعة الماضية أمرين، ألا وهما العلم والمحبة. فإذا جاء الأمر الشرعي والحكم الشرعي والواجب أو الحرام أو غير ذلك من أحكام الشريعة، فالواجب على المسلم تعلم ذلك وأن يحبه، وثالث الأمور أن يعزم على الفعل. وهذا الأمر مهم جدا عباد الله، فمن الناس من يعلم الأمر الشرعي ويحب الأمر الشرعي، ولكن لا ترى عنده العزم، لا ترى عنده العزم على الفعل. وحقيقة العزم عباد الله هو الرغبة الأكيدة الجازمة على القيام به، هو عقد النية وربط القلب على القيام بهذا الأمر الشرعي، سواء كان فعلا أو كان تركا. فإذا حان وقته وحل زمنه رأيت العازم قائما منتفعا منقادا لهذا الحكم الشرعي غير متردد فيه. والحاصل من هذا عباد الله أنك إذا علمت بالأمر الشرعي فتعلمت حكمه فأحبه وأشركه قلبك، ثم اربط القلب على فعله ووطن النفس واجمع النية على فعله، يعني إذا جاء وقته وحان زمنه. قال ربنا تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فلا بد من العزم في الأمر عباد الله. ولهذا كان من الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وهذا واجب من الواجبات تجاه ما أمرنا الله به، سيأتي الكلام عليه. قال: والعزيمة على الرشد. روى الحديث الإمام الطبراني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، والشاهد في هذا الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو بأن يكون على عزيمة على الرشد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. قال: وما أُتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، أي هلاك العبد وضلال العبد وفوات الخير عليه وعدم صلاحه وعدم فلاحه وعدم نجاحه وانحرافه ووقوعه في غير ما يحب الله ويرضاه وتركه الأمر
إنما يأتي من عدم ثباته أو من عدم عزمه على الرشد. فقد يعرف الواحد عباد الله، قد يعرف الواحد الرشد، وقد يتعلم الأمر الشرعي والحكم الديني وقد يحبه، ولكن عزيمته ضعيفة لا تقوى على الفعل. ومن ذلك عباد الله ما نسمعه صباح مساء وفي أيام عادية وفي أيام الجمعة وخطب الجمعة، ما نسمعه من المواعظ، فنتعلم كثيرا من الأحكام الشرعية ونحب ذلك لما نسمعه فيها من خير وفضل وثواب وجزاء ورضا الله تعالى على القائم بها. لكن العزيمة ضعيفة فاترة، إذ القلب لا يقبل على العمل. والله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في خلاصة تفسيره لهذه الآية أنه ينبغي على العبد أن يلحظ عند قيامه بالأمر ضد ما هو فيه من المكروهات، أي إذا جاء أن يقوم بالأمر فقد يجد مشاق وعوائق ومعيقات ومطبات تمنعه من القيام، فليكن على عزم أكيد وجمع للنية، وليلحظ ما عند الله من الثواب والأجر والخير والرضا، وأن هذا العمل يرضي الله تعالى، فهذا يلحظه فإنه يخفف عنه أمر المكروهات والمشقات والميل إلى الراحة وإلى الهوى وإلى النفس، أي أن يلاحظ فضل الله وثوابه وأنه في طاعته، فعند ذلك تخف عليه العبادة ويزداد حمدا وشكرا لله عز وجل. عباد الله، إن مما يضعف العزم عند الناس الخوف من أن تتغير عليه دنياه وأن يفقد ملذاته. فمن الناس من يكون صاحب منصب أو رئاسة أو مال أو جاه أو مكانة أو غير ذلك، فيعلم الأمر الشرعي ويحب الأمر الشرعي، ولكنه في نفسه يرى ويقدر ويرى أنه إذا فعله ذهب منصبه وزالت رئاسته وفقد ماله وضاع منه جاهه وفاتت مكانته، فعند ذلك يفتر العزم وتضعف الهمة فلا تراه مقبلا على الأمر الشرعي. ومن الناس أيضا من تكون له لذة أو متعة أو شهوة يقضيها المسكين، فيأتيه الأمر الشرعي وتأتيه الموعظة فيتعلمها وتراه يحبها، ولكن يقدر في نفسه لو أنه فعل فاتت تلك الشهوة والمتعة وفاتت اللذة، فيفتر عزمه وتضعف همته ويترك الأمر. وهذا ظاهر في كثير من الناس، ما ممن إذا وعظ أو نصح تراه يقبل ذلك ويفعل إليه، ولكن عزمه ضعيف لما يقدر في ذهنه وفكره أن ذلك العمل إذا عزم عليه وقام به ذهبت اللذات والمتع والشهوات عياذا بالله تعالى. وما أكثر هذا الصنف عباد الله، خاصة في هذا الزمان لما فتح عليهم من مواقع التواصل التي صارت سبب الشر والفساد، بل انتهت بكثير من الأزواج إلى الخصام ولربما الفراق والافتراق والطلاق عياذا بالله، بسبب انحراف أحد الطرفين، إما من الزوج وما أكثره، وإما من الزوجة عياذا بالله. ومما يضعف العزم عباد الله أن يكون للرجل منزلة عند أهل الانحراف، سواء انحرافا مبنيا على الشبهات عند أصحاب البدع أو مبنيا على الشهوات عند أصحاب المعاصي، فتجد الواحد له منزلة عند هؤلاء، يأتيه الأمر الشرعي وتأتيه السنة ويأتيه الهدي النبوي ويأتيه طريقة السلف فيعلم بها ويحبها ويحب أن يكون عليها، ولكن يرى في نفسه فيما يزعم أن لو قام بذلك
فاته ما يتمتع به من أمر الدنيا وذهبت مكانته، وعند ذلك يفتر عزمه وتضعف نيته، فيترك الأمر الشرعي من طاعة وعمل شرعي وسنة وهدي نبوي وما كان عليه السلف عليهم الرضوان. فهذا كله مما يضعف العزم. والحاصل عباد الله أن الواجب علينا أن نتعلم الأمر وأن نحب الأمر الشرعي، ثم نربط القلب ونعقد العزم ونجمع النية على العمل، وبذلك توفق بإذن الله سبحانه، كما قال تعالى: ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في خلاصة ما ذكر في تفسير الآية أن الله تعالى يثبت أهل الإيمان بسبب قيامهم بالعمل، بل ويوفقهم للصراط المستقيم. ولذلك فمن واجبنا نحو ما أمرنا الله جل وعلا العزم على العمل، وذلك هو الذي يدفع إلى العمل. وهذا هو الأمر الرابع الواجب تجاه ما أوجبه الله علينا، العمل. إذا علمت فأحببت الشرع وعزمت على الفعل، فاندفع وانطلق إلى العمل. كل عمل عند وقته وحينه، فالصلاة عند وقتها، والصيام كذلك، والزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك وكلمة طيبة، والبر بالوالدين، وغض البصر، وحفظ الحرمات، والعفة والصدق والأمانة، وغير ذلك من الطاعات، بادر إليها كما قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا الأعمال، فبادروا بالأعمال قطعا فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا بالأعمال وسارعوا إليها وأقبلوا قبل أن تأتي الفتن وتأتي الملهيات وتأتي العوائق وتأتي المطبات وتأتي المعيقات، فلا يستطيع الإنسان أن يعمل فيندم عند ذلك. فالواجب عباد الله المبادرة إلى العمل والمسارعة، وأن نحذر من أن تأتي الصوارف وما يصدنا والعوائق، وعندها يفوت العمل فيندم الإنسان على ما فاته، ولا ينفع الندم عند ذلك. ومما ينبغي أن نحذر منه عباد الله أن يكون الواحد مقبلا على العمل الشرعي يقوم به ويعمل به، ولكن إذا اطلع عليه بعض الناس ممن له عنده مكانة يخشى أن يلقبه وأن يصنفه أنه صاحب دين ومتزمت وصاحب عنف وأصولي ومتطرف أو غير ذلك من الأعمال، حتى صار مما ينبذ به. وكان السلف قديما يعني يمدح الرجل به كونه متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي السلف الصالح، فربما خشي أن تذهب مكانته، فإذا اطلع عليه ترك ذلك العمل خشية أن يقول فلان كذا وكذا، فيترك العمل حفظا على مكانته المزعومة عند الناس. وهذا أمر عظيم جلل. فالحذر عباد الله، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. وأما الأمر الخامس تجاه ما أوجبه الله علينا فهو الحرص على الإخلاص والمتابعة في العمل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا فليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا خالصا يبدا
الله صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك عباد الله قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا قال ابن كثير موافقا للشريعة، ولا يشرك به أحدا يريد وجه الله وحده لا شريك له. قال ابن كثير: هذان ركنا العمل المتقبل، لا يتقبل العمل حتى يكون خالصا أي لله عز وجل، صوابا أي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. وفي رواية للدارقطني والبيهقي من حديث الضحاك رضي الله عن قيس الفهري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكه. ثم قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقول هذا لله وللرحم فهي للرحم، ليس لله منها شيء، ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ليس لله منها شيء. فمن كان عمله لم يخصه لله لا يقبله. أن يقول الإنسان على وجه فلان أو لوجه فلان أو لله ووجه فلان، لا يقبل الله ذلك منك حتى يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف السنة رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وهذه قصة تدل على ذلك. فبين الصحابة الكرام أصبحوا يوم الأضحى وخرجوا إلى المصلى، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فقال أبو بردة خال البراء: يا رسول الله، أصبحت اليوم وعلمت أن اليوم يوم لحمي، فأردت أن أعجل إلى أهلي فذبحت قبل أن آتي الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: اذبح مكانها أخرى، أي أنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه ذبحها في غير الوقت المشروع وعلى غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان العمل على غير السنة ولو كان فيه ذكر وصلاة وغير ذلك فإنه لا يقبل، كما دل عليه الحديث وبينت هذه القصة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد عباد الله، فالأمر السادس الذي يجب علينا تجاه ما أمرنا الله عز وجل به الحذر من فعل ما يحبط العمل. وقد حذرنا الله جل في علاه من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حذر تبارك وتعالى من العمل والقيام بفعل فيحبط العمل ونحن لا نشعر، ومن ذلك رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له كجهر بعضنا لبعض. كان هذا كفاحا زمنه عليه الصلاة والسلام، زمن وجوده بين الصحابة الكرام. وبعد أن توفي صلى الله عليه وسلم الحكم باقي، فلا يجوز رفع الصوت فوق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهر للسنة بقول كما يجهر بعضنا لبعض. فإذا جاءت السنة فسمعا وطاعة كما قال العلماء. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس بن شماس
قال أين هو؟ فقال رجل كان جارا له: أنا آتيك بخبره. فانطلق إليه فدخل عليه وسأله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد افتقد، فقال ثابت: إنه حبط عمله. يتكلم بضمير الغيبة يقصد نفسه: إنه حبط عمله، إنه يجهر لرسول الله كما يجهر بعضهم لبعض، ويرفع صوته فوق صوت النبي. وتلا الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت رضي الله عنه له صوت كهوري، فإذا تكلم كان يظهر منه الجهر، فرأى نفسه أنه قد حبط عمله. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال: يرجع إليه فقل له إنك ليس لم يحبط عمله، إنك من أهل الجنة. فثابت ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص خوفا من حبوط الأمل. وأعظم ما يحبط الأمل الشرك، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك الكفر، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكذلك رفع الصوت فوق السنة والجهر لها وردها وغير ذلك، كل هذا يحبط العمل. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء نثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. حرصهم رضي الله عنهم هو الخوف من حبوط العمل. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون يصلون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. إذا خلوا بمحارم الله، إذا كان بينه وبين الله اطلع على المحارم وانتهك الحرمات عياذا بالله تعالى، فهذا عباد الله مما يحبط العمل. فالتوبة التوبة، والبدار البدار، وخاصة في هذا الزمان. فكان قبل زمن قريب يصعب على الواحد أن يطلع على هذه المواقع المحرمة الإباحية التي انتشرت بين المسلمين، يريد بها الأعداء هتك هذا الدين وإفساد الدين على الناس وإفساد دين الناس. وإن بالإسلام والدين ربنا حافظه، لكن تيسر الأمر لكثير منهم الآن حيث ينتهي إلى المحرمات وإلى هذه الإباحيات، ويخشى ويخفى عليه ويغيب عنه لتعلقه باللذة أن الله جل في علاه مطلع عليه. فالواجب عليك أخي المسلم أن تكون خائفا وجنا من حبوط العمل، وهذا الخوف هو شأن الصالحين، بخلاف من الصالح يرى في نفسه أنه قد عمل وعمل، صلى وصام وزكى عياذا بالله. يقول ربنا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صلاتك وصيامك وما تقوم به هذا توفيق من الله تعالى. أما أهل الصلاح والتقوى فيعملون ومع ذلك يخافون من حبوط العمل. قال ربنا تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر. وفي رواية قال: لا يا ابنة يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. رواه الترمذي وابن ماجه. هذه الآية نزلت في هؤلاء يؤتون يقومون بالعمل الصالح ثم يخاف أن لا يقبل منه.
فكيف هو شأن من إذا خلا بالمحارم انتهكها، ومن هو غارق في الشهوات والملذات ويطمع بعد ذلك في أن يغفر له؟ إنما الطمع في مغفرة الله جل وعلا كما قال العلماء هو الإتيان عن الإتيان بأسبابها، جمع بين خوف وطمع، لا أن يفرد الخوف فييأس من رحمة الله أو الطمع فيطرق بذلك الطاعات. قال ربنا تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من اتقى الله جل وعلا بفعل الأمر وترك النهي وعمل خالصا صوابا وترك ما يحبط العمل، هذا هو الذي يقبل الله منه. وقد كان الصحابة الكرام وعليهم الرضوان من أشد الناس خوفا من حبوط العمل. قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على النفاق، يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، جمع إحسان عملا صالحا وشفقة خوفا من أن لا يقبل ومن أن يحبط، والمنافق جمع إساءة وأمنا، يعمل السوء ويأمن عذاب الله جل في علاه. وأما الأمر السابع الذي يجب تجاه ما أمر الله به سبحانه فهو الثبات على الأمر والدوام عليه والحرص على ذلك والخوف من سوء الخاتمة. وإنما الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالخواتيم، رواه البخاري ومسلم. قال ربنا تعالى في وصية أنبيائه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرصوا على الثبات. وهذا الثبات إنما هو توفيق من الله لمن أتى بأسبابه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم للرجل الذي سأل: قل لي في الإسلام قول الناس، أسأل عن غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على هذا الصراط. وقد اشتد خوف السلف من الخواتيم، ولهذا يجب على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا ليثبته فلا يزيغ. ولقد كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. قالت أم سلمة وهي راوية الحديث تسأل عن ذلك: أن وأن من أكثر دعائك يا رسول الله هذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء زرقه، رواه الترمذي. وقال في الحديث الآخر: القلوب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. فالثبات إنما هو بتوفيق من الله سبحانه. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كلما خرج من بيته كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والشاهد عباد الله أن على العبد أن يكثر من الدعاء بالثبات والخاتمة الحسنة، وعليه أن يأخذ بأسباب الاستقامة والثبات حتى يدوم على ذلك ويلقى الله سبحانه على خاتمة حسنة. ومن أعظم ما يثبت العبد ويوفقه الله للثبات أن يصلح سريرته وباطنه. فمن أصلح سريرته وحسن عقيدته وأصلح باطنه فليبشر بخاتمة حسنة. قال بعض العلماء: ما علم من رجل كان حسن السيرة وصالح الظاهر ويعلم ذلك بالغالب من باطنه أنه ختم له بالسوء عياذا بالله. وأما من كان صاحب سريرة سيئة وباطن فاسد وعمل سيء، فالسيء يضر إلى السيء والسيء يضر إلى السيء، حتى إذا جاءت المنية وقارب الوفاة فإنه عياذا بالله تعالى يختم له بالسوء. وإن من خير شاهد واقعي على ذلك عباد الله ما ترونه ممن أغرقوا وانغمسوا في كثير من الشهوات من أهل الغناء والرقص والفساد والشر
تجده وقد جاوز الثمانين وقارب التسعين وجاوز التسعين وربما ناطح المئة القرن، ومع ذلك لا يزال يتشبب بهذه المعاصي. وقد تقول القائل: كيف لم ينهه شيبه؟ لم ينهه شيبه لأنه غلب الران على قلبه لتوالي هذه المعاصي، فغلظ هذا الران وخشن فلا تصل إلى قلبه المواعظ. وصياط الأذكار والتذكيرات مهما قويت إلا أن يتغمده الله جل في علاه برحمة منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحين ما يحب ويرى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التسليم لأمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وممن يتشبث بهذا الدين فيتعلم الحكم الشرعي ويحبه ويعزم على فعله ويبادر إلى الأمل مخلصا لله جل وعلا متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام. كما نسأله أن يجنبنا محبطات الأعمال وأن يثبتنا على دينه حتى ألقاه. ونسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.